على خلفية تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع دخول الخضر والفاكهة اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الأحد المقبل إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقا بها لاتخاذها الإجراءات اللازمة لوقف عمليات تهريب المخدرات. هذا القرار يأتي بعد إحباط عملية لتهريب 2.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر وضعت في شحنة رمان مصدرها لبنان، وهو ما أعلنه السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري في تغريدة على تويتر. لكن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، فقد تمكنت السلطات السعودية من توقيف شحنة ثانية تحتوي على 5,300,000 حبة مغضبة أيضا في الرمان. وبحسب معلومات الجديد فأن هذا القرار يأتي بعد ضبط السلطات السعودية غير مرة شحنات مشابهة مصدرها لبنان. وأشارت مصادر أمنية مطلعة إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تواصلت مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية لتزويدها معلومات وتفاصيل حول هوية المهربين، خصوصا أن الأمن السعودي أوقف 4 مواطنين سعوديين ونازحا لاشتراكهم في العملية. وعن مادة الأمفيتامين توضح المصادر أنها من المواد التي تستعمل في صناعة حبوب الكبتاجون. وزارة الخارجية اللبنانية أكدت أن تهريب المخدرات من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني ويضر بالاقتصاد وسمعة لبنان، ودعت الوزارة السلطات المعنية إلى تكثيف جهودها لضبط التهريب. أما نقيب مستوردي ومصدري الفاكهة والخضر نعيم خليل فقال إن الشحنة المضبوطة في السعودية ليست لبنانية من منطلق أنه ليس موسم رمان في لبنان. نوع البضاعة اللي كيمشي رمان، احنا لبنان ما عندنا رمان اليوم، ما عندنا رمان. احنا انا سألت الترانزيتورية على حدود المصنع والفور بيروت انه من يجيش بضاعة بتروح ترانزيت، قال ايه نعم بيجي بضاعة من سوريا بتروح ترانزيت عدول العربية. هوني السؤال، يعني هذه الشحنة برأيك ليست لبنانية؟ ليست لبنانية. تمنيت عليهم اللي بلغوني من برا واللي بيحكوا معي يجيبولي اسم المصدر، يعطونا اسم المصدر. ما في واحد بيعطي المصدر والمستورد، اعطونا اسم المصدر، ما اعطنا على أقل من المصدر. وتخوف خليل من أن يؤثر هذا الأمر على تصدير الخضر والفاكهة في الأسابيع والأشهر المقبلة.